مرحبا. طاقة المد والجزر هي طاقة متجددة مخزنة بطاقات وبتيارات البحور والمحيطات، وعدد من الدول الساحلية بلشت تستفيد من هالطاقة لتوليد الكهرباء وبالتالي لتخفيف الضغط عن محطات الطاقة الحرارية وتخفيف التلوث الصادر عنها. وفي طريقتين لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام المد والجزر: طريقة بناء سدود للتحكم بالتيارات الناتجة عن المد والجزر، وطريقة الأبراج اللي بتعتمد على تثبيت مربحة أو اثنين على برج متين تحت سطح المي. فرنسا، كندا، الصين، انجلترا وايرلندا هن البلدان الاساسيه اللي بتنتج الكهرباء من خلال طاقه المد والجزر، وهي طاقه صديقه للبيئه لانه ما بتصدر اي غازات سامه وبتاخذ بعين الاعتبار الثروه البحريه. نرجع لاخبار طقسنا، فعم يكون متقلب بين الغائم جزئيا والغائم والماطر على فترات باغلب المناطق، وعم يكون مثلج على المرتفعات الجبليه، والامطار عم بتكون غزيره احيانا، ويحذر من تشكل السيول بالمنخفضات والوديان. اما درجات الحراره فبعدها مكمله بانخفاضها بشكل ملموس، حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بأغلب مناطق سورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة، عم توصل ل 16 كيلومتر بالساعة. الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 95%. أما البحر فعم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 16 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون مطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 6 و 14 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية: بالمنطقة الجنوبية طقسنا بالسويدة عم يكون ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بدرعة بين 8 و 15 درجة، وبالقناطة درجات الحرارة عم توصل ل 12 درجة وطقسنا عم بيكون ماطر. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 6 و 15 بحمص، وبحما درجات الحرارة عم توصل ل 16 وطقسنا مكفي ماطر. على الساحل بطرطوس والغردقية مكفية الأمطار ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 13 و 17 درجة بطرطوس، وبالغردقية عم توصل ل 19. أما بلواء اسكندرون في درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 10 العليا 16 وطقسنا مكفي ماطر. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب أيضا طقسنا مكفي ماطر مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 6 و 14 درجة. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ مثل العادة من منطقة الرقة، عم يكون طقسها ماطر ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 7 و 15. حسكة عم يكون طقسنا ماطر أيضا ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 8 و 15. أما أخيرا بدرجات درجات الحرارة عم توصل ل 16 درجة والأمطار مكفية. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.